بتزقني ليه؟ الله، بتشد شعري كمان؟ ماشي، بس برضه هواسيك، مع ان غيري كان ممكن يشمت فيك. انا اشهد انك لاعب خلوق، بس بحسك ضعيف كده وبتنهار من اقل موقف. انا لو كنت زي ما انت بتقول كده فعلا ما كنتش بقيت قائد المنتخب، ده حتى في اخر ماتش قلت لهم يلعبوا براحتهم عشان لو خسرنا انا اللي هشيل المسؤوليه. ومتهيالي هدفي من ضربه ثابته في الوقت الاضافي واللي صعدنا لنصف النهائي خير دليل. تعرف انك بطل قومي في بلدك؟ ايوه عارف، ودي حاجه بتحسسني بالمسؤوليه ناحيتهم. كفايه انهم بيسهروا للصبح عشان يتفرجوا عليا. طيب ايه اكتر حاجه مش هتنساها؟ لما بلدي كرمتني عشان خدت هداف الدوري بالتساوي مع صلاح. وايه اكتر فتره حرجه في حياتك؟ لما كنت مصاب واستدعيت للمنتخب العسكري، ولو ما كنتش جبت المركز الاول كنت هرجع لبلدي اتجند ومستقبلي في توتنهام كان هيروح. طيب اقول لك، الناس بتفتكر ايه لما بيسمعوا اسم كوريا؟ بيفتكروا ايه؟ السامسونج وعربيات الهيونداي وسون هيونج مين.